كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن تفاصيل التقرير الفني الذي قدمه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعد الظهور المخيب للفراعنة في كأس العالم 2018 في روسيا. قال المصدر أن كوبر تحدث عن 3 نقاط في تقريره. الأولى أن اللاعبين لم يكن لديهم تركيز كاف خلال مباريات كأس العالم أو الخبرة الكافية للمشاركة في البطولة، واكتفوا فقط بالصعود للمونديال وانشغلوا بأمور أخرى بعيدا عن المستطيل الأخضر. وتابع أن كوبر تطرق لاختيار عاصمة الشيشان مقرا لإقامة المنتخب، حيث أكد أنه تم اختيارها بالاتفاق مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة نتيجة ابتعاد المدينة عن الزحام الجماهيري وقصر المسافة بين الفندق وملعب التدريب. وواصل أنه تحدث عن استغلال محمد صلاح نجم ليفربول سياسيا بعد مقابلته مع رمضان قديروف رئيس الشيشان، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر وأنه ليس له علاقة بالسياسة أو الدين. طبعا دي صورة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وعبر المهندس نجيب ساويرس رئيس الأعمال مؤسس حزب المصريين الأحرار عن قلقه بشأن محمد صلاح. نشوف السبب. دي صورة المهندس نجيب ساويرس من أكبر رجال الأعمال في مصر، حيث قال أنه أغلى لاعب في العالم حاليا ويحصل أسبوعيا على مبلغ 200,000 جنيه استرليني. وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: ربنا يحميه من القر والحسد. دي التويتة اللي هو عملها المهندس نجيب ساويرس عن عقد محمد صلاح الجديد اللي هو 200,000 جنيه استرليني أسبوعيا، يعني حوالي 18 مليون جنيه شهريا. يذكر أن صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت أن نادي ليفربول جدد عقد محمد صلاح مقابل تقاضيه 200,000 جنيه استرليني أسبوعيا ليصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول بعد موسم متميز له مع النادي. أما عمرو أديب بقى فعلق على تجديد الدوري المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي تعاقده. قال إيه عمرو أديب بقى؟ طبعا عمرو أديب أغلى إعلامي حاليا. وكتب أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: صلاح وقع أغلى عقد في تاريخ ليفربول. صلاح بيحطم كل الأرقام القياسية، بيعدي كل التوقعات. صلاح نموذج للشباب المصري والعربي ورسالة واضحة، كل الأماني ممكنة. ما هو سيغنيها أو دي التويتة بتاعت عمرو أديب اللي بيقول فيها كل الأماني ممكنة. وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أشعر بالسعادة بعد توقيع عقد جديد مع ليفربول. أول موسم مع الفريق كان مدهشا بالنسبة لي ولعائلتي. أشكر كل شخص في النادي وأشكر جماهيرنا، وأعلن أننا نستطيع معا تحقيق الكثير من الأشياء. كانت بتاريخ 2 يوليو 2018. نيجي بقى ليه المقارنة بين قصر محمد صلاح في إنجلترا ومنزله في نجريج. ده منزل محمد صلاح بقريته بنجريج، وقد ظهرت عليه البساطة. ده الباب، باب حديد من تحت، وده يدل على تواضع محمد صلاح وبساطته. المنزل يقع في أطراف القرية ويجلس مع النجم المصري والتقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة إلى الصلاة في مسجد النور القريب.
وده أي حد بيحاول يتصور مع محمد صلاح ما بيمانعش، راجل بسيط ومتواضع ويستاهل كل خير، والناس كلها بتحبه هنا في مصر. ولا يغادر صلاح البيت إلا لزيارة الجامع لأداء الصلوات الخمسة، وينحصر يومه بالكامل من البيت للجامع ومن الجامع للبيت. هكذا تكون أخلاق الكبار. ده صوره مع أقارب الأسرة والجيران في نجريج. أما في ليفربول فعليكم صور للنجم محمد صلاح في مناسبات متعددة وهو يمارس هواياته، وأيضا بمنزل فخم قيل أنه يخصه، وإن كنا لم نتأكد من هذه المعلومة.